جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الهادي محمد عبد العزيز سوداني مقيم في المملكة، يسأل ويقول: عندنا في بعض المناطق في السودان يوضع المصحف بالقرب من المرأة النفساء، وذلك لاعتقاد منهم بأن هذا يحمي المولود من الشيطان، فيضعون المصحف في داخل كيس من القماش ويربط الكيس على عود بحيث يبعد عن المرأة. هل هذا العمل صحيح أم توجهون بشيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير مشروع ولا أصل له، وإنما هو مبتدع. وتعليق القرآن عند المريض أو عند المرأة النفساء، تعليق القرآن من أجل الشفاء أو الاستشفاء بذلك، هذا يعتبر من تعليق التمائم المنهي عنها. لا يجوز تعليق القرآن على جسم المريض، ولا تعليقه قريبا منه على الجدار أو وضعه على شيء من أجل التبرك به والاستشفاء بوجوده، هذا من تعلق التمائم المنهي عنها. وعلى الصحيح أن التمائم من القرآن ممنوع تعليقها ولو كانت من القرآن، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن التمائم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وذلك بأن يعلق الإنسان قلبه بالله ويتوكل على الله ويطلب منه الشفاء. وأما القرآن إنه لا شك أنه مبارك وأنه شفاء، والاستشفاء به لا يكون بهذه الطريقة، طريقة التعليق على الجدار أو التعليق على جسم المريض، وإنما الاستشفاء بالقرآن بالرقية الشرعية، بأن يقرأ القارئ وينفث على المريض أو المصاب، أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض، هذه هي الرقية الشرعية. نعم.